أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز تقبيل أم الزوجة عند القدوم من السفر؟ هل يجوز تقبيل أم الزوجة؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز تقبيل أم الزوجة عند القدوم من السفر؟ أي نعم، يقبلها لكن على رأسها، ما يقبلها على خدها وعلى فمها، على رأسها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.